جناح الجمهورية العربية الصحراوية يشهد إقبالا واسعا من قبل الجمهور الزائر لصالون الجزائر الدولي للكتاب في طبعته 26، حيث تم عرض ما يزيد عن 80 كتابا يجسد الهوية الحسانية ونضال الشعب الصحراوي من أجل حقه في التقرير المصيري والحرية. شاركنا في هذه الطبعة 26 بأزيد من 80 كتاب وعنوان. كل هذه الكتب كانت مقسمة إلى 4 أقسام باللغة العربية الإسبانية والفرنسية، فيها التاريخي والثقافي والتحليلي والأدبي الروائي. ومن بين الكتب التي حضر بها جناح الصحراء الغربية في طبعة 26 فيها ما يتحدث عن القضية الصحراوية كتحليل، وفيها ما يتحدث عن القضية الصحراوية الفلسطينية. فلسطين والصحراء الغربية وجهان لمأساة واحدة. من بين الإصدارات الجديدة للكتاب الصحراويين التي غازلت فضول زوار المعرض، قصة تروي معاناة الشعبين الصحراوي والفلسطيني وكفاحهما الصامد من أجل نيل الحرية والاستقلال. الكتاب يتناول مقارنة ما بين القضيتين الفلسطينية والصحراوية. إذا بحثنا عن أوجه الشبه بين القضيتين نجد أنهما يتطابقان 100%. أولا، إذا كان بن غوريون يقول أن إسرائيل من الماء إلى الماء، نجد علاء الفاسي في المغرب يقول من طنجة إلى السنغال. إذا كان هناك وعد بلفور في إسرائيل، هناك اتفاق مدريد في الصحراء الغربية، هناك جدار في فلسطين، هناك جدار في الصحراء الغربية، هناك النكبة سنة 1948 في فلسطين، هناك المسيرة الخضراء سنة 1975 في الصحراء الغربية. وبالتالي المقارنة ما بين القضيتين واردة، ليست مثلا 50% ولكن 100%. طالبات صحراويات من مختلف الجامعات أردن المشاركة في معرض سيلة 2023 من خلال إسماع صوتهن، صوت نضال الشعب الصحراوي في قضيته العادلة. الهدف الرئيسي لوجودي هنا هو رؤية الإقبال العربي والجزائري بالطبع نحو الكتب الصحراوية، ورؤية كيف الصحراء الغربية تكتب المستقبل. والهدف الثاني هو تعريف القضية بالطبع، القضية الصحراوية عن طريق الكتاب، والذي يعتبر أكبر وسيلة يمكن للشخص التعريف بقضيته عبر الكتابة بالطبع. المعرض الدولي للكتاب يبقى منبرا ومساحة لكل الكتاب الذين يستعملون لغة القلم للتعريف بالقضايا العادلة ومسار هذه الشعوب في سبيل الاستقلال.